اليوم بساعد قد ما انا بقدر على حد امكانياتي، عرفتي؟ بسيطه امكانياتي. فلقيتها فرصه يعني فظيعه بالنسبه لي، قلت لازم اعمل هذا الكتاب واكتبه عن ساره اللي ريعه كلياته اقدر انه اساعد فيه دعم اطفال. الكتاب هو باللغه الانجليزيه حاليا موجود، مزبوط. مش باللغه العربيه. مزبوط. بدايه كان بامريكا، بكندا، نزل الكتاب منتشر بامريكا، بكندا، بلندن، باليونان، وبشرق الاوسط الجديد نزل. جديد برضه رح ان شاء الله تقدري تنشري باللغه العربيه. صحيح؟ ان شاء الله. يعني المزبوط لما انا جيت هون في شركه نشر كثير كبيره، كثير عجبتهم فكره الكتاب وعجبهم شو اللي انا عم بعمله. وفي له جزء ثاني الكتاب لسه ما انتشر، فعرضوا علي، رحت عندهم اجتماع وقالوا لي رانيا احنا حابين ننشر الجزء الاول والجزء الثاني باللغه العربيه. لسه ما صار يعني، بس لهلا ما صار اتفاقات، بس انه حكينا في الموضوع وان شاء الله انه لا ان شاء الله اكيد بهمنا يكون موجود باللغه العربيه. كيف لقيتي تفاعل الاطفال؟ وفي قصه كمان صارت معك من طفل بيعاني كان من نفس الظروف. امبارح المزبوط صار معي شغلتين. امبارح رحنا، انا قلت لانه كله عاملينه للاطفال تبعون السرطان، وانا هاي المسج تبعيتي بدي اوصل لهم اياهم. فقررت اروح اعمل زياره لاطفال المريضين بالسرطان. رحت انا ويزن مصاري وهو اللي بيعمل بابت شو، فقلنا بدنا نعملهم شو نحكي لهم القصه واشرح لهم عن الكتاب. كثير انبسطوا الاولاد. في كان صبايا كبار وكان في اولاد صغار. الاولاد الصغار تفاعلوا كثير مع الدمى، عرفتي الشو اللي عملنا لهم اياه. والصبايا الكبار انا شفتهم يعني قاعدين هيك وحزنين ومتضايقين، فانا قعدت احكي معهم انه اشجعهم انه حبيبتي قعدت احكي لها عن ساره، اقول لها شوفي شو صار معها، وكانسر بالدماغ وقدرت تضبط امورها وقدرت تتحدى وهيها عايشه حياه منيحه. صرت اشجع فيهم، صارت تبكي البنت الصبيه. يعني قطعت لي قلبي، بس انه بدي اساعدهم يعني قد ما بقدر بدي اساعدهم. وصار شغله ثانيه امبارح وكثير انبسطنا بالايفنت اللي عملناه بالفعاليه. شغله ثانيه اتصل معي شخص قرا عن الموضوع اللي انا بعمله بالجريده، حكى معي بقول لي انا ما بعرفه الشخص هذا اللي حكى معي، بقول لي رانيا احنا كثير بنفتخر باللي انت عم تعمليه واحنا كثير مبسوطين، انا عندي طفل بالعائله مريض بالسرطان وحابب اشتري عده نسخ وبدي اياك توقعي لي اياهم. التقيت معه في مكان في مكتبه ووقعت له اياهم، ولا بتفاجئ ولا هو جايب لي هديه هن عاملينها بايدهم عشان يفرجوني قديش هن مقدرين اللي انا عم بعمله. هلا بورجيكم شو هي الهديه اللي وصلتني. بس هاي الهديه فرحت فيها كثير، بس بنفس الوقت حملتني مسؤوليه كثير كبيره. طبعا صرت بدي اعمل كثير اكثر، مش عارفه شو بدي اعمل. يعني كل شيء في مقدرتي راح اعمله. يعني مش راح اقصر لانه من قلبي. حسيتي الناس بحاجه هيك لحدا يعطيهم امل، دفعه، سواء من قصه، من كتاب، من اغنيه، يعني ولقيت التقدير وحسيت بالمسؤوليه. بالضبط. خلينا نعرض الهديه. يعني هذا من طفل كان مصاب، هذا هو هم مصاب بالكانسر وعاملين لي اياها تفرجي هاند ميد. هون كيف مفرجين؟ اوكي انا بدي امسكها عشان اقرب وانت تفضلي اشرحي. هون كاتبين فرجين الصوره كيف كلها اسود وشويه الوان وحاطين اور وورد بدرقينها صح من المنظف. كاتبين عليها هون اللي هي بالاسود our world without people like رانيا المعلوف، انه كيف عالمنا بيكون بناس انه يعني بدهم يفرجوا انه بدون ما الناس انه كيف عتمه وظلام، مش عشاني انا كرانيا انه ظروف صعبه بتكون اللي بيعيشوها. لا مش أمان. عشاني انا كرانيا انه بدهم ناس تكون عم تعمل اللي انا عم بعمله. وهون بفرجوا كيف عالمنا بيكون قديش حلو اذا كلياتنا بنوقف مع بعض وبنحط ايدنا في ايد بعض لندعم هالاطفال المريضين بالكانسر اللي هن بحاجه لنا. فالاسود العجال الثاني بفرجوا اذا احنا ما حطينا ايدنا في ايد بعض واذا ما ساعدنا بعض كيف بيكون. وبعدين راح فرجي عاملين لي علبه خصوصي وحاطين عليها سمكه وفراشه بتمثل القصه. وجاب لي هذه الفراشة وجاب لي هذه السمكة كمان. فرجيني إياهم. أعطاني إياهم.
فرجي شو مغلبين حالهم، ماخذين صورتي من الجريده وحاطين سمكه وحاطين فريم، بس لا بدهم يفرجوني قديش هن عم بقدروا اللي انا عم بحاول اعمله. اثرت فيهم من خلال هيك فكره بسيطه، يعني صارت السمكه والفراشه يمكن تعني لهم اكثر من كثير اشياء عاشوها. طيب رانيا، شو راح يكون هلا في خطوات لاحقه بعد هالنجاح اللي حققته؟ اهم شيء طبعا ان شاء الله يكون بالعربي ان شاء الله هالروايه المهمه، وشو كمان بعدين راح يكون في مشاريع؟ هلا في لما احنا امبارح رحنا زرنا الاطفال بالصدفه التقينا مع شخص هو ملحن ومغني بيعمل اغاني للاطفال، وكثير عجبته القصه، واحنا قاعدين بالفعاليه امبارح وقاعدين مع الاطفال بدا يغني، باعوا العود تبعه وبدا يغني يعمل اغنيه للكتاب تبعي للاغنيه سرير السمك الزرقاء. فهلا احنا اتفقنا انه نلتقي هاليومين نعمل اجتماع ونعمل اغنيه للاطفال بالعربي عن القصه هاي عشان نقدر نستخدمها كمان باي فعاليات جديده رح نعملها. بعدين انا امبارح انه صرت افكر لانه انا مقيمه في امريكا لازم ارجع، بدي هلا اجل سفرتي اسبوعين زمان لانه في كثير شغلات بدنا نعملها نشاطات، بس صرت افكر في رابطه بنيويورك للعرب الامريكان وبيعملوا فعاليات كثير كبيره، فلما ارجع لنيويورك بدي احكي معهم اشوف كيف بقدر ارتب انا وياهم نعمل ايفنت ولنبيع الكتاب، وعلى بناء انه كل الريع تبعه انا اوديه ادعم فيه اطفال السرطان هون بالاردن. يعني الله يعطيك الصحه والقوه لتقدري هيك تخدمي وتعطي وتبدعي بهيك روايات وهيك هدف وهيك رساله. شكرا لك رانيا معلوف. بس معلش بس بدي احكي شغله، هلا انا عم بحاول بعمل كل جهدي بس محتاجه لدعم الناس، ايد واحده لحالها ما بتزقف، يعني اذا الناس بتساعدنا يعني انا اللي بقدر عليه عم بعمله، بس لحالي ما بقدر اعمل كل شيء. فبترجى انه من الناس اذا بيحبوا هالمشروع تبعي انه يدعمونا ووقفوا معي، وان شاء الله بنقدر نعمل كثير بالاردن، نقدر نساعد كثير اطفال ان شاء الله. يا رب. شكرا لك رانيا، وبدي اذكر مره جديده بمسابقتنا لعيد الام عن نسبه المشاهده شهريا لقناه رؤيا، نص مليون، مليون او مليون ونص، تبعتوا لنا الخيار الاول الخيار الثاني او الخيار الثالث على الرقم 940 94. الجائزة خاتم ألماس مقدم من مجوهرات مسيح، خاتم كتير حلو واللي طبعا أحلى واللي بيزين هالعيد هي الأم مش الخاتم، بس حلو أنكم تشاركونا. السحب إن شاء الله رح يكون بكرة الأربعاء في برنامج دنيا يا دنيا، بعتولنا على الرقم 940 94 من كل الشبكات، تبعتولنا رقم واحد اللي هو نص مليون، 2 مليون أو 3 مليون ونص. بعد الفاصل رح ننتقل مع رندا نجار وضيفها الدكتور هانيبال حرب للي حابب يعرف عن الأحرف ودلالتها باسمه. خليكم معنا بعد الفاصل.